صرخة بدوية أطلقها المغتربون اللبنانيون خلال انعقاد مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي انعقد في بيروت بعد غياب لسنوات بسبب الأحداث والأزمات التي أصابت لبنان. المغتربون اللبنانيون ناشدوا المسؤولين بوضع خطط ورؤى اقتصادية لإنقاذ لبنان، مؤكدين عودتهم رغم خسارتهم لودائعهم في لبنان، متأملين بإعادة بناء الدولة من جديد لإعادة ثقة المغترب ببلده. لازم ندعم لبنان، يعني دورنا أساسي، لأنه لبنان بلدنا ونحن عملنا يلي قدرنا نعمله تنقدر نغترب من كان وجودنا بلبنان، ومن هون الانطلاقة. طبعا رغم الظروف، بس المهم هو أنه ما بلبنان ما نبلش نقول أنه المغتربين هن الحل، وأنه هن رح يجوا يساعدوا الاقتصاد اللبناني ورح يشيلوا لبنان من أزمته. لازم يكون في الإجراءات الضرورية اللي كلنا صرنا نعرفها، مش بس خطط النهوض، الإصلاحات اللي هي لازم تجي كمان مع هالخطة الاقتصادية الاجتماعية. قطر ما تركت لبنان، يعني بذكر مؤخرا من إذا بنحكي من يعني حرب تموز اللي قامت فيه قطر، وتبع ذلك من منطقة الدوحة، واليوم اهتمام القطري السياسي وبالمشاريع الكبيرة. المغترب اليوم تحتاج إلى تحفيزات لتساعده أنه يتشجع يرجع بلده، وإعادة الثقة بالبلد المغتربين لهم دور كتير مهم فيها. المغترب هو حالة اقتصادية وحالة ممكن تعطينا الثقة وتخلي البلد يرجع يوقف على أجريه، لكن لازم يتم التعامل معه ضمن القوانين، ضمن نجذبه ضمن استثمارات معينة مع تحفيزات لتساعده أنه يرجع يشتغل ليخلق فرص عمل بالداخل اللبناني. أما بموضوع المودعين، المغترب حقه اليوم مثله مثل كل الناس المودعين بلبنان أنه يصدر قانون من المجلس النيابي بيقول أنه عدم سقوط حقوق المودعين مع مرور الزمن، وبالتالي أنه نعطيهم حافز أنه أنتوا اللي اشتغلتوا ما راح. ونقول عن جد رجعوا لبنان مثل ما كان، رجعوا لبنان مثل الدول اللي احنا عايشين فيها، خلينا نرجع نستثمر بلبنان، خاصة أنه أنا من المغتربين اللي اشتغلوا بلبنان 18 سنة بقطاع الهندسي. فلينا من لبنان للظروف السياسية، للظروف الأمنية، للظروف الاقتصادية، لنأمن مستقبل لأولادنا، بس قلبنا معلق بلبنان وضميرنا مع لبنان وشغلنا بنتمنى نرجع نشتغل بلبنان. بعد أملنا بهالبلد منيح، ودعوتي لكل المسؤولين والقيمين بهالبلد أنه يرجعوا يلتفوا حول الأزمة ويشوفوا مشاكل الناس واللي عم يعانوا منها، وفرصة لهم أصلاً يرجع ثقة لهم، لأنه هني خسروا ثقة بعد هالمشاكل اللي تسببوا هني فيها وكانوا سبب فيها، اللي كانوا فيهم يعملوا كتير مجهود مشان ما تحصل وصارت. أوكي، صار اللي صار، هلأ الخطوة والبوسة والاتجاه أنه نجدد الثقة بالبلد. دورنا واحد أهدافنا هو الترويج للمنتجات اللبنانية والشركات اللبنانية بالكويت، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين المجتمع اللبناني والمجتمع الكويتي. فنحن من وقت التأسيس قمنا بالعديد من المبادرات اللي بتساعد لبنان، خاصة من بعد الأزمة، من بعد كوفيد وانفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية. وفي الختام تم تكريم عدد من الشخصيات اللبنانية والعربية من لبنان ومختلف الدول العربية، إضافة إلى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة إيدال وعدد من المستثمرين.